السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رمزي زروقي، يعني هذا اللعاب اللي يخطف عقول الجماهير الجزائرية والعربية، يعني والناس تكلمت عليه وينتنبؤوا له بمستقبل كبير، وهو لافونير تاع ليكيب ناسيونال، ليكيب فريق وطني جزائري. هذا اللاعب اللي غادي يكون هو المستقبل، يعني يكون مع خيرة ابناء الجزائر في المنتخب الوطني ما بعد كأس العالم ان شاء الله، وين هو غادي يصحح المكانه تاعو، غادي يدي المكانه تاعو، غادي يكون حاضر، ربي بعد عليه الاصابات برك، يعني ويكون حاضر في التصفيات في كأس العالم في كأس إفريقيا، ويزيد يدي خبرة كبيرة خاصة في كأس إفريقيا اللي غادي يكسب خبرة يعني بمعنى الكلمة. وين كأس إفريقيا مالغري غادي نروحو نجيبوها، بصح نديروها تحضير للمباراة الفاصلة، يعني وين أفريل مارس نلعبو، غادي نكملو في جونفي، يعني كي موراها بالك موراها بالك بعشرين يوم نلعبو ماتش دو باراج، كي نكملو كوب دافريك موراها بعشرين يوم غادي نلعبو كاس ماتش دو باراج، قصدي 19 مارس ولا غادي نلعبو ماتش دو باراج ان شاء الله. هذه هي فانيك 19 مارس. كاين واحد قال لي احمد احنا كنا نلعبو في نوفمبر المباريات الفاصله، قال لي كونت مصر لعبنا في نوفمبر وربحنا، قال لي في كونت بوركينا فاسو في نوفمبر، لا في مارس. فاني كاين يوم الشهيد يوم النصر، ها في مارس فينك عندنا احنا. شوف الجزائر ما تقولش بلي عندنا نوفمبر سان جويي ولا الفاوت ولا لا. الجزائر كل يوم عندها تحكي لك قصة تاريخ تاعها تاع رجال، وكل شهر فيه بطولات، فيه بطولات تاع رجال، من استشهد ومن على قعد على قيد الحياة، وكاين يعني اللي راهم حيين مساكين، اللي راه في 98 اللي راه في 95 96 راهم حيين مساكين. هذه هي، ربي يطول في عمرهم، واللي مات الله يرحمه وربي يرحم الشهداء. على ذيك نقول شعامل واحد يقول لك يا ودي غادي يديروا لنا في مارس وحنا لا. الجزائر كل يوم عندها تحكي لك تاريخ من بطولات رجال الجزائر. هذه هي وين شاهدنا اليوم. قبل لا نبداو ماذا بكم اعطونا جيم واعطونا كومنتير بارطاجو. هذه هي على ذيك اليوم غادي نتكلموا على رفيق وحيد، وين نتكلم على اللعاب زروقي، خاطش كاين بزاف درت تيت تاع رفيق وحيد يقول لك لا ما تهضرليش على هذا. كاين الناس اللي كانوا يحطموا في جامب الماضي نهار الاول، مي كان يودي قدام لا يجي، مي بغاو يديروا ماجر ولا جامب الماضي. عين عقل مصطفى معزوزي ما خلاش في جامب الماضي، وقبل اللومو رفيق وحيد روحوا اللومو اللي خرجوا في السيت تاع الاتحاديه، قال لك جمال الماضي راه زعفان، وجمال الماضي تلاقى مع الرئيس، وجمال الماضي من. روحوا نهضروا مع ذوك، وما رفيق واحد اعلامي رفدها برك. هذا مكان كيما الناس كاع الناس داروها في اليوتيوب، كاع الناس هضرتها الصحف كاع هضروها، ماشي مع علاش رفيق واحد ما باعش الجزائر. رفيق واحد ما باعش الجزائر، رفيق واحد نعقلوا له من نهار الاول يهدر في الحقيقه ويهدر على كره القدم، ومن الحق راه جزائري وابن عائله ثوريه. فانيك يعني ابن عائله ثوريه، ماشي غير يهدر لا. حنا نشوفو شكون الناس كانت، حنا الحمد لله يا ربي 2016 2017 تكلمنا على جمال الماضي، الناس ما كانت تسمع بجمال الماضي، ما كانوش عاطينو كاع، ما كانوش يهضرو عليه كاع. الحمد لله راه عندي لي فيديو هنايا،
2016 2017 تكلمنا على جامع 2015 تكلمت على جامع بالماضي، وين تلقيت معلومه قال جامع بالماضي يعني راه يقرا هنا في الجزائر، اقرا مع مصطفى مازا مع بلومي يقرا ولا هنا، ومن بعد بلعوا عليه مي بلعوا عليه الهادي والدعلي وزتشي وجماعه جاو بلعوا المدرسه تاع الايكول تاع المدربين باش يعطوها للمغرب، عطاوها للمغرب صغير عند المغرب، المغرب دارتها الناس تقرا فما وتخلص دراهم، هنا كانوا دايرينها باش الاتحاديه تدخل دراهم وما راحوا قاسوها للمغرب، بلوا عليه الحاج محمد راوراوا فوت له الملف فوت له الدوسي تاعو في السودان كاشاو له طبطب وراح كذب قاطر باش يكون على بالكم جماعه، كان يحضر فيه ما بعد كاس العالم 2018 بصح الله غالب الله غالب شنو بدي، وين نشكروا محمد حطاب يعني نشكروا محمد حطاب اللي راح انفض الدوسي على جمال بالماضي في ذاك الوقت، في ذاك الوقت من شاف شكون اللي كانوا محضرينه ما بعد كاس العالم 2018 واللي تنكشف، روحوا شوفوا فريد معطاوي اشتهدر على ذا الملف انا اللي نهدر عليه، روحوا شوفوا مراد بوطاجين اشتهدر، روحوا شوفوا سمير عماري اشتهدر على ذا الملف، هذا الهدره اللي نهدر فيها سعيد فلاك اشتهدر على ذا الملف، الحمد لله يا ربي ماهوش واحد رفيق اللي خون الجزائر، ماهوش رفيق واحد، ايوا باش يكون على بالكم، حنايا المهم نسمعوا واش تكلم رفيق واحد على زروقي يعني يبقى جزائري والوطنيه من ما كاش اللي يقبل باش تتعلم واحد تعطيه دروس في الوطنيه، ما تنجمش نتايا كيفاش كاين اللي ما عندوش كاع جنسيه جزائريه وتسيبو يعاير في واحد عنده جنسية جزائرية، هاو ماكم يا جماعة، هاو شوية شوية. الذي يتحدث عن أداء اللاعب هو التقني وليس أكيد الإعلامي أو أي شخص آخر، ربما احنا النظرة الشاملة والسطحية لأداء اللاعب ربما أقول أنه ذلك اللاعب الذي يراوغ ويسجل، عدا ذلك لا يوجد لاعب آخر، يعني ما كان مديش هذه المهمة لست بلاعب، هذا هو ربما الطرح السطحي للنظرة غير التقني، أكيد أنه ما غاديش نقول لك أن هذا اللاعب ما عندوش مستوى، هذا اللاعب يلعب في هولندا، لاعب شاب، وأكيد أنه كي استدعاه المدرب شاف فيه بروفيل اللي ما صابوش غير، هل اليوم هذا زروقي اللي عنده أبان 20 طون اسكو نشوفوه هو مستقبل الكرة الجزائرية؟ نعم أم لا؟ نشوفوا كيف وكيف بوداوي كي أي لاعب شاب كي طوبة كي أي لاعب شاب، هل اليوم مطلوب من هذا اللاعب أنه يقوم بدور هجومي؟ هل مطلوب منه يقوم بدور دفاعي؟ هل مطلوب منه يدير نفس مهام محرز؟ هل طريقة لعبه تتشابه مع بلايدي مع بونتحلة؟ أكيد لا، يعني عنده خصوصيات اللي يحتاجها المدرب في مرحلة ما وفي مباراة محددة، وكي تشوف بيا الماتش يعني انا من الناحيه الفنيه ما نقدرش نحكم عليه، مي كمتتبع عندي بوكو يعني جوغمير جوج دو فوا، يعني اكيد عنده تحس بلي عنده امكانيات انه يروح بعيد، حتى انه في الاداء الهجومي لقطه بونجاه والله امس مور المباراه كنت ندخل مع زميلي الصحفي يعني كنا نتكلموا يعني قريب بينوي على الماتش، قلت شفت لو جو اللي دار التمويه لا لاباس تاع بليدي شاع مع زوج بيان سور ما نتبعش شاف الماتش ما نتبعش انا نتبعت له باسكو كنت نتبع في راميس سمى لي كل اللاعبين قال لي شكون يقول لي فلان يقول قال لي بالقبله لا قال لي شكون محرز قلت له لا فلان سمى ما سماليش الا زروقي قلت له زروقي تنخلع قلت شوف ما نقدرش نقول لك ان جوار اللي دريب لدو تر جور ورماه لداخل ولا دريب باس ديسيزيف ولكن جبد معاه زوج لعابه البوزيسيون تاعو الذكاء تاعو يعني خلاته يعني يدي دو جوار معاه ويخلي يعني اسمه بوبو نجاح يسجل باريحيه في النهايه الفرق بين جوار متكون بطريقه صحيحه واحد الوقت يعني كلكو جورناليست تاعنا اللي يعرفوا يديروا ليكزومبل بين مهدي عبيد وغديورا مهدي عبيد اللي ما يلعبش كثير لكن تكون بطريقه صحيحه على عكس ربما قديورا عنده هذيك لا فورس مي سو بلون يعني انتشار كيفاش يشوف ارضيه من الانتشار مهدي عبيد احسن منه بس لانه عنده التكوين هذه يعني الفوارق بين اللاعبين في نهايه الامر
انا نشوف من الغريب انه نحكم على لاعب في مباراه او مباراتين الو لا نقول لكم لا يستحق لا في المنتخب الجزائري وهو يلعب تيتودار. ولكن يعني في النهايه من الناخب الوطني يسمح لي على المقاطعه رفيق احيانا يشرك اللاعب لكي يكسب الثقه لانه ماهوش متعود على طريقه لعب. رغم ذلك يقول لك كاين لاعبين اخرين اجيبهم واخليهم ثقه ماهوش هذا المعيار يعني لي انا الاساسي. انا نقول انه رايي كاعلامي رايي كتقني ماشي من حقي نتكلم لانه لو كان زيدت بوزي دوزيام كاسه ما غاديش نروح مع البيت من ناحيه تقنيه. ولكن هل من المعقول هذا اللاعب يلعب في نادي كبير المدرب تاعو يعني ما يعرفش والمدرب الجزائري اللي كنا نادي كاس امم افريقيا ما يعرفش. هذا كيفاش وين تكلم وين اشكر زروقي واشكر قال لك المدرب كي جاب زروقي راه يشوف فيه صوالح اللي حنا ما نعرفهمش اللي المدرب تاعو في النادي ما يعرفهمش. هذه هي ان شاء الله يكون ناجح هذا اللي نطلبوه.